أيها الإخوة، أيها الأخوات، نلتقي اليوم في هذه المحطة النضالية الجديدة بعد فترة من الزمن. حاول البعض أن يسميها غياب جمهور أو في غياب تواطؤ، ولكن مناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الأحرار يؤكدون لكم جميعا أنها فترة تأمل والتبصر وعدم التسرع في إصدار الأحكام الجائزة والقرارات المقهورة. لا نخجل بالتذكير بأننا عبرنا للمجلس الحالي عند توليه تدبير شؤون هذه الجماعة عن استعدادنا لفتح باب الحوار والتواصل من أجل حل جميع المشاكل المتعلقة بالشغيرة هذه الجماعة، إلى أنه وللأسف الشديد منذ فترة بدأت بوادر تصرفات التي تسير عكس اتجاه هذه النوايا الصادقة، وذلك بالمضايقات التي بدأت تمارس عن بعض العمال والموظفون والأطر من رؤساء وأقسام من رؤساء ومصالح الجماعة والموظفين. واليوم وقد بلغت ذروتها بإقدام أحد النواب بسلوكات مشنة وتصرفات منحرفة ضد الموظف المشهود لها بالاستقامة والنزاهة دون أن تقترب أي ذنب أو خطأ إداري، فهذا دليل صارخ على أن ويفرض علينا واجبنا أن نلتقي اليوم لنندد أولا بهذا الهجوم السافر على كرامة الموظفة والمس بحقوقها في العمل في ظروف يطبع الاحترام وحسن المعاملة، ونعبر عن كامل تضامننا ومؤازرتنا لها، وإننا نرفض هذا التصرف المتهور اللامسؤول الذي مسها اليوم وسيمس أي موظف أو إطار بجماعتنا هذه.
إننا نطالب الرئيس المجلس الجماعي بالتدخل الفوري لإنصاف المتضررة، ودعوة جميع المستشارين الخاصة خاصة النواب المفوض لهم بالإشراف على المصالح والأقسام الجماعية إلى ضرورة احترام الأطر والموظفين والعمال الجماعي وخلق جو الملائم لتشجيع الموظفين على بذل الجهود والاستعداد لتحمل المسؤوليات والقيام بمهامهم في أحسن الظروف. ونطالب السيد الرئيس حد من هذه السلوكات الغير مسؤولة التي تسيء إلى الإدارة وسيرها العادي وتشكل خرقا سافلا لمقتضيات مادتين المادة 96 والمادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. ونطالب السيد العامل إقليم الجديدة بالتدخل لدى رئاسة المجلس من أجل تقديم توضيحات حول هذه النازلة ورد الاعتبار للموظفة الجماعية واتخاذ كل التدابير من أجل التصدي من هذه السلوكات التي تتنافى مع طموحات الشعب المغربي وفي مجال تخليق الإدارة العامة. وتحية نضالية وعاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.